بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأخذ مثال 5.2. At a certain section, عندما يكون لدينا مقطع معلوم, a beam has the cross section shown in figure 5.9. البيم له مساحة مقطع موضحة بشكل 5.9. The beam is simply supported at its ends. البيم مسند إسناد بسيط عند النهايات. And carries a central concentrated load of 500 kN. ويحمل حمل مركز له مقداره 500 كيلو نيوتن together with a load of 300 كيلو نيوتن بير متر uniformly distributed across the complete span of 3 متر بالإضافة إلى حمل موزع مقداره 300 كيلو نيوتن لكل متر على الامتداد الطولي له مقداره 3 متر. Draw the shear stress distribution diagram for the section 1 متر from the left hand support. أرسم مخطط توزيع الإجهاد القصي إلى مقطع مقداره 1 متر على يساره مثبت الإسناد البسيط. هذا هو المقطع اللي هو مربع المقداره 100 في 100, عرضه 100 وارتفاعه 100, ومقطوع عند هذا الجزء اللي هو مقداره 50 في 50, وهذا هو الإسناد البسيط. هذا هو البيم مسند إسناد بسيط من النهايات اللي هو مقداره 700 كيلو نيوتن, ومن الأعلى مثبت حمل مركزي اللي هو حمل مركز اللي هو 500 كيلو نيوتن, وحمل موزع اللي هو مقداره 300 كيلو نيوتن لكل متر سكوير. ومطلوب حساب الشير فورس في هذا المقطع أو توزيع الإجهاد في هذا المقطع. هذا المقطع أستطيع أن أوجده عن طريق رسم الشير فورس دايجرام, أو أوجده مباشرة من هذا العتبة بحيث أنه أخذ هذه القوة رد الفعل للأعلى اللي هي 700, وأطرح من عندها هذا الحمل الموزع اللي هو راح يكون 300 في 1, إذن 700 ناقصا 300 ويساوي لي 400 لهذا توزيع الإجهاد في هذا المقطع. Solution from the shear force diagram from the beam figure 5.9, من مخطط الشير فورس إلى هذا البيم الموضح في الشكل 5.10. It's evident that the shear force at the section 1 meter from the left hand support is 400 kN. من الواضح من مخطط الشير فورس أو مقطع شير فورس, هذا الشير فورس يساوي يبعد مسافة 1 متر عن الرد الفعل والذي يساوي لي 400 kN. إذن الشير فورس يساوي لي 400 kN. To find the position of the neutral axis of the beam section of figure 5.9a, take moments of area about the base. لإيجاد موقع المحور التعادل إلى هذا البيم عند الشكل اللي هو 5.9a, نأخذ العزم أو عزم المساحة حول القاعدة. إذن هذا هو الشكل. إذن راح أخذ عزم المساحة إلى القاعدة لأنه هو شكل غير متماثل. إذن أوجد بالبداية الواي بار اللي هو يساوي للواي بار summation y في الأي على summation a. فإذن راح يكون عندي هذه المساحة الكبيرة اللي هي على شكل مربع اللي هو 100 في 100, والمنتصف هذه المسافة اللي هي عند 50. فإذن راح يساوي 100 في 100 في 50 اللي هي الواي بار في 10 ناقص 9, وأطرح من عندها هذا الجزء المقطوع اللي هو 50 في 50, ومنتصف الخمسين اللي هي 25. فإذا راح عندي 50 في 50 في 25 في 10 ناقص 9 مقسوم على المساحة اللي هي 100 في 100 زائد 50 في 50 في 10 ناقص 6. إذا الواي بار ينتج عندي يساوي لي 58.4 ملم. هذا هو الواي بار. الواي بار يبعد مسافة عن القاعدة مقدارها 58.4 ملم. بعد ذلك أوجد العزم الثاني للمساحة إلى القاعدة. إذا نعتبر هذا النيوترال أكسس اللي هو يعتبر القاعدة, فراح أخذ هذا المستطيل اللي بالأعلى اللي هو مقداره 100 في ارتفاعه اللي هو 100 ناقصا 58, والذي يساوي لي هذه المسافة اللي هي 41.6. فإذا راح يكون عندي القانون مقسوم على 3 لأن هو محسوب إلى القاعدة.
فراح يكون عندي بي اتش تكعيب على 3، القاعدة اللي هي 100 في الارتفاع اللي هو 41.6 تكعيب على 3 زائدا هذه القطعتين، هذه القطعة الأولى وهذه القطعة الثانية. إذن هذا هو المستطيل، وهذه القطعة الأولى والقطعة الثانية اللي هي مقدارها 25 القاعدة في الارتفاع اللي هو 58.4 تكعيب على 3. فإذن راح عندي قطعتين 25 في 58.4 تكعيب على 3. بالإضافة إلى ذلك عندي هذا الجزء اللي هو باللون الأحمر اللي هو قاعدة 50 وارتفاعه اللي هو 8.4 تكعيب على 3، الكل مضروب في 10 أس ناقص 12. بعد ما أبسط هذا المقدار ينتج عندي العزم الثاني للمساحة حول محور التعادل والذي يساوي 5.72 في 10 أس ناقص 6 متر أس 4. بعد ذلك أوجد معادلة توزيع الإجهاد اللي هي راح تكون الكيو اللي محسوبة عندي من المخطط الشير فورس اللي هي تساوي لي 400 كيلو نيوتن مضروبة في المساحة في الواي بار على الاي بي، وتساوي لي 400 في 10 أس 3 مضروبة في المساحة في الواي بار مقسومة على العزم الثاني للمساحة اللي هو يساوي لي 5.72 في 10 أس ناقص 6 مضروبة في البي. أبسط هذا المقدار ينتج عندي التاو شير ستريس يساوي 7 في 10 أس 10 مضروبة في المساحة في الواي بار على البي القاعدة. إذن أرسم جدول وأثبت داخل الجدول هذه القيم اللي هي أي في الواي بار في 10 أس ناقص 9 متر مكعب، وهنا عندي القاعدة اللي هي مضروبة في 10 أس ناقص 3 متر، وهذا هو توزيع الإجهاد. إذن هذا هو الشكل الهندسي، أقسمه إلى عدة نقاط. فراح أخذ بالقمة اللي هو نقطة صفر، وبالمنتصف اللي هي نقطة رقم واحد، وعندي النيوترال أكسس رقم اثنين، وعد هذا القاعدة السفلية اللي هي نقطة رقم ثلاثة، ومنتصف هذا الشكل اللي هي نقطة رقم أربعة، وعندي القاعدة السفلية بالأسفل اللي هي نقطة رقم خمسة. إذن الحسابات راح تكون عند نقطة صفر، عندي المساحة تساوي صفر، إذن القاعدة تساوي لي 100 لهذه القاعدة 100، وهنا عندي الشير ستريس يساوي لي صفر لأن عندي المساحة تساوي صفر، فإذن هذا المقدار راح يساوي صفر. أخذ المستطيل اللي بعده النقطة رقم واحد، فراح يكون عندي المساحة اللي هي 100 في الارتفاع اللي هو 20 في الواي بار اللي هو منتصف العشرين اللي هي 10 زائدا هاي المسافة متبقية اللي هي راح تكون عندي 21.6. إذن عند المقطع رقم واحد راح تكون عندي 100 في 20، هذه 100 في 20 في الواي بار اللي هي 21، هذه المسافة اللي هي 21 زائدا منتصف هذه المسافة اللي هي 10 اللي هي 20 على 2 تساوي لي 10، اذا راح يصير عندي المقدار هو 63200 والقاعدة اللي هي 100، وتوزيع الإجهاد راح يكون هذا المقدار اللي هو 7 في 10 أس 10 مضروب في هذا المقدار اللي هو الاي واي بار في 10 أس ناقص 9 مقسوم على القاعدة اللي هي 100 في 10 أس ناقص 3 ويساوي 44.24 ميجا نيوتن لكل متر سكوير. إذن أخذ المقطع اللي بعده اللي هو عند نقطة 2، راح يكون عندي هذا المستطيل اللي هو مساحته 100 في 41.6 في الواي بار، عندي هذه 100 في 41.6 في الواي بار اللي هو منتصف هذه المسافة اللي هي 41.6 على 2، والمقدار راح يساوي لي هذا المقدار اللي هو 68528، والقاعدة راح تكون عندي 100، عوضها في الشير ستريس ينتج عندي الشير ستريس يساوي 60.6 ميجا نيوتن لكل متر سكوير. الآن حسبت حساباتي إلى محور التعادل من القمة إلى محور التعادل، الآن أحسب حساباتي من القاعدة السفلية باتجاه الأعلى إلى محور التعادل. فراح أخذ هذه المستطيلات الاثنين اللي قاعدتها اللي هي 25 وارتفاعها اللي هو يساوي لي 50 إلى نقطة رقم 3. فإذا راح يكون عندي نقطة رقم 3 قطعتين، هذه القطعة الأولى والقطعة الثانية، إذا 2 المساحة اللي هي 25 في 50، هذه 25 في 50، والبعد اللي هو راح يساوي لي هذه المسافة اللي هي 8.4 زائدا منتصف هذا المسافة
اللي هي 50 على 2 وتساوي 83 و500، والقاعدة راح تكون عندي 100، حساباتي بالبداية راح تكون 100 ومن ثم أحولها إلى نفس النقطة وتكون الحسابات على 50. الآن أعوض هذه المقادير في الشير ستريس، ينتج عندي الشير ستريس يساوي 58.45 ميجا نيوتن لكل متر سكوير. الآن نفس الحسابات إلى النقطة رقم 3، لكن القاعدة راح تكون عندي 50، اللي هي هذه القاعدة مقدارها 50. أعوض هذه المقادير في الشير ستريس، ينتج عندي الشير ستريس يساوي لي 116.9 ميجا نيوتن لكل متر سكوير. الآن أخذ المقطع اللي بعده اللي هو عند نقطة 4، فمن الأسفل إلى الأعلى هو راح يصير عندي 25 في 25 وهي قطعتين، فإذا راح تكون عندي النقطة 4 تساوي 2 25 في 25 في الواي بار اللي هو هذه المسافة 58 ناقصا اللي هي المسافة 25 على 2 25 على 2 وتساوي 57375، والقاعدة اللي هي مقدارها 50 عوضها في معادلة الشير ستريس، ينتج عندي الشير ستريس يساوي 80.3 ميجا نيوتن لكل متر سكوير. المقطع اللي بعده هو عند نقطة رقم 5، إذا المساحة راح تساوي لي 0، والقاعدة اللي هي 50 أعوضها في الشير ستريس، ينتج عندي الشير ستريس يساوي 0. إذا أرسم الشير ستريس، بالبداية أرسم عمود وأحدد النقاط. الشير ستريس يساوي لي 0 عند نقطة رقم 0، إذا هذه هي نقطة 0، والشير ستريس يساوي لي 44.24 عند النقطة رقم 1، إذا أخذ مسافة باتجاه اليمين مقدارها 44.24 وعند نقطة رقم 1 تساوي لي هذا المقدار اللي هو 44.24. عند نقطة رقم 2 راح يكون عندي هذا الإجهاد اللي هو 60.6، إذا أبتعد مسافة عن الخط العمودي اللي هي هذا الشير ستريس راح يساوي لي 60.6 عند هذه النقطة. بعد ذلك عند نقطة رقم 3 راح تكون عندي نقطتين، النقطة الأولى اللي هي تساوي لي 58.45 وأحدد هذه المسافة اللي هي راح تكون 58.4، والنقطة اللي بعدها عند نفس النقطة 3 والإجهاد راح يكون عندي 116.9، فأخذ مسافة اللي هي مقدارها 116.9 وأحدد هذه النقطة. والنقطة اللي بعدها عند نقطة رقم 4 راح يكون عندي الإجهاد اللي هو 80.3، أبتعد مسافة مقدارها 80.3 وأحدد هذه النقطة، راح يكون عندي اللي هي 80.3. وبالأسفل عند نقطة رقم 5 الإجهاد راح يكون عندي 0، إجهاد 0. أوصل بين هذه النقاط، ينتج عندي هذا هو المنحني اللي يمثل توزيع الإجهاد إلى هذا السكشن أو المقطع. إلى هنا ينتهي حل السؤال، وإن شاء الله نكمل في سؤال آخر، وشكرا جزيلا.